بحسب خبراء أن إسرائيل قد تتلقى ضربات وتتكبد إصابات في الساحة البحرية أيضا في أي مواجهة مع حزب الله، حيث يتمثل السيناريو المتطرف بإصابة زورق إسرائيلي وجنود إسرائيليين. يحاول حزب الله في إطارها تنفيذ تسلل بحري إلى البر. هلا مجلس الدفاع الأعلى اللبناني رسمي ياخذ قرار إنه المحطات الغاز والنفط الفلانية في البحر الفلسطيني الذي تغتصبه إسرائيل الكيان العدو ممنوع أن تشتغل؟ أنا بوعدكم خلال ساعات قليلة ما بيعود بيشتغل. في المواجهة البحرية مع إسرائيل حرب تموز عام 2006، تقرير لجنة فينوغراد أشار إلى استخدام الحزب صاروخاً إيرانياً من طراز نور يشبه صاروخ C-802 الصيني الذي يبلغ مداه 120 كيلومتراً، فيما تحدثت وكالة تسنيم الإيرانية عن استخدام صاروخ كوثر وهو من عائلة صواريخ كروز الإيرانية القصيرة المدى ويبلغ مداه بين 15 و20 كيلومترا. بعض التكهنات تشير أيضا إلى امتلاك حزب الله صواريخ أرض بحر من طراز ياخونت. هذه الصواريخ تستطيع ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر، وهي مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون غير مرئية للرادارات. مع كشف السيد نصر الله عام 2015 امتلاك الحزب صاروخ فاتح 110 منذ حرب تموز، بدأ الحديث عن حيازة الحزب النسخة المطورة من الصاروخ التي تستطيع إصابة أهداف برية وبحرية. عند الحديث عن قدرات حزب الله البحرية، هناك تقديرات بامتلاك الحزب زوارق مفخخة تستطيع الوصول إلى أهداف داخل فلسطين المحتلة، فضلا عن امتلاكه طائرات من دون طيار منها مرصاد وأيوب التي يمكن تحميل بشحنات متفجرة تصل حتى 40 كيلوغراما وتوجيهها إلى أهداف بحرية.